اكد رئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على ترسيخ دعائم الامن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وركيزة اساسية لتحقيق التنمية جاء ذلك خلال لقاء الرئيس مستشار رئيس جنوب السودان لشؤون الامنية الذي سلمه رسالة من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسه الجمهوريه بان الرساله تضمنت استعراض تطورات الاوضاع السياسيه والموقف الحالي بشان مسيره عمليه السلام في سودان فضلا عن العلاقات الثنائيه. استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الفريق اول تود جلواك مستشار رئيس جمهوريه جنوب السودان للشؤون الامنيه وذلك بحضور اللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامه. وبمشاركة السيد دينا ألوركول وزير شؤون شرق أفريقيا، والسيد جابريال شانغسونغ وزير التعليم العالي، والسيد ستيفن كوال وزير بناء السلام، والسيد رمضان محمد عبد الله مقرر مستشارية الأمن القومي بجنوب السودان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الفريق أول لتود جلواك سلم السيد الرئيس رسالة من أخيه رئيس جمهورية جنوب السودان كار متضمنة استعراض تطورات الأوضاع السياسية والموقف الحالي بشأن مسيرة عملية السلام في جمهورية جنوب السودان بالإضافة إلى بعض موضوعات العلاقات الثنائية. من جانبه رحب السيد الرئيس بالضيف الكريم طالبا سيادته نقل تحياته إلى أخيه الرئيس سلفكار ومؤكدا حرص مصر على ترسيخ دعائم الأمن والاستقرار في جمهورية جنوب السودان الشقيقة كعامل حاسم وكركيزة أساسية تضمن تحقيق النجاح واستدامته وتفتح آفاق التعاون لتحقيق التنمية بمختلف أركانها كما اكد السيد الرئيس عزم مصر على تعزيز التعاون الثنائي من اجل نقل الخبره المصريه في رسم استراتيجيه تنمويه متكامله لجنوب السودان خاصه في قطاعات التخطيط العمراني والبنيه الاساسيه والطرق والمحاور والنقل فضلا عن تطوير التعاون القائم بين البلدين في مجالات تدريب الكوادر البشريه والتعليم بمختلف مراحله والزراعه والري ومحطات المياه وغيرها من القطاعات واضاف المتحدث الرسمي ان مستشار رئيس جمهوريه جنوب السودان اعرب عن تقدير بلاده الكبير لمصر وشعبها وقيادتها مثمنا التطور المتواصل في مسار العلاقات الثنائيه بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات ومؤكدا على تطلع بلاده للاستفاده من الخبرات المصريه الرائده في دفع عمليه البناء وذلك بهدف تلبيه طموحات الشعب الجنوب السوداني نحو مستقبل افضل وفي اطار ما يجمع البلدين والشعبين الشقيقين من روابط تاريخيه وثيقه كما شهد اللقاء ايضا تبادل وجهات النظر بشان تطورات عدد من القضايا الاقليميه ذات الاهتمام المشترك بما فيها ملف سد النهضه